لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان شرب الخمر متفشي متأصل في الجاهلية، فما كانش ينفع يجي الإسلام ويحرمه مرة واحدة. إزاي يتحرم الخمر؟ وإيه دور سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تحريم الخمر؟ هي دي حلقتنا النهاردة من الكريزة. الكريزة. في يوم من الأيام راح سيدنا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وعدد من الأنصار لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له أفتنا في الخمر والميسر. الخمر شرب الخمر والميسر اللي هو القمار، وطبعا زي ما قلنا كان متفشي وعادة متأصلة عند الجاهلية. فقالوا له أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل ومسلبة للمال. ودعا سيدنا عمر بن الخطاب ربنا وقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وهنلاحظ في القصة دي ان اللي كان ورا دعوة تحريم الخمر على طول ان ربنا يبين هل الخمر ده حلال ولا حرام كان سيدنا عمر بن الخطاب. فنزلت هنا الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ربنا أمر سيدنا محمد يبين للناس إيه هي منافع الخمر والميسر وإيه هي مضرها. كانت المنافع متمثلة في إن هي بتكسب من وراها فلوس سواء بالتجارة في الخمر أو بلعب القمار بنكسب من وراها فلوس، لكن إيه هي المضار؟ المضار بتاعتها إن هي مذهبة للعقل ومذهبة للمال، إنها بتصد عن سبيل الله وعن ذكر الله وبتوقع العداوة والبغضاء بين الناس، فكانت مساوئها أكتر من منافعها. ودي كانت البداية لتحريم الخمر والميسر. برضو سيدنا عمر بن الخطاب مرتحش، لا الآية حرمت الخمر ولا هي حللته. في ناس بعد الآية دي بطلوا يشربوا خمر وفي ناس لسه مستمرين فيه، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان الإسلام كان يجي ويحرم الخمر مرة واحدة لأنك جاي بتشيل عادة أساسية من المجتمع، فلازم تيجي بالتدريج. لحد ما دعا سيدنا عمر بن الخطاب للمرة الثانية اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. راح واحد يصلي وهو سكران، وكان في الوقت ده لسه ما فيش حرمانية ان حد يصلي وهو سكران، فهو بيصلي بيقول يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. وهنا نزلت الآية الثانية لتحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. دي كانت في سورة النساء. فكده تحريم الخمر كان الأول بيقول منافع ومضار وإن المضار أكتر من المنافع، وفي الآية الثانية اللي نزلت في التحريم إن مفيش سكران هيصلي، حتى إن المؤذن لما بيجي يقيم الصلاة كان بينادي إن مفيش حد سكران يجي يصلي. فإحنا كده بقت عندنا الصلاة مفيهاش شرب خمر، فبقى من المسلمين اللي ما يشربش خمر طول النهار عشان الصلاة ويشربها بس بالليل. فبرضه هي ما تحرمتش تحريم كامل، لكن في جزء من اليوم ما بقاش فيه شرب خمر، سبحان الله على التدريج. أمال إمتى تحرم تحريم كامل؟ فدعا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتالت مرة اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة نعم انتهينا يا رب انتهينا. وكل اللي كان في بقه شربة من الخمر في لحظة لفظها بره فمه، سبحان الله ان ربنا ثبتهم على تأدية فرضه. بمجرد ما تحرم مشربوش مثلا بقه وقالوا خلاص بعد كده هنبطل شربه، بمجرد ما علموا ان ربنا حرم الخمر في الآية اللي نزلت دلوقتي اي حد كان بيشرب خمرة لفظها من بقه كل كؤوس الخمر كانت مرمية في المدينة ومجرد معالمه بتحريم الخمر. معلومة على جنب كده، هي الآية حرمت أربع حاجات، إيه هما؟ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. طيب إحنا عارفين الخمر اللي هي الخمرة، والميسر اللي هو القمار، والأنصاب اللي هي عبادة الأصنام، والأزلام اللي هي القرعة. إن إحنا نعمل قرعة دي حرام، ربنا استبدلها بالاستخارة الشرعية، إن إحنا نستخير ربنا وربنا إن شاء الله بيدلنا على الطريق الصحيح. لحد هنا تكون خلصت قصة تحريم الخمر في الإسلام. سبحان الله سبحان الله والحمد لله على نعمه وعلى نعمة التدريج وعلى نعمة إن ربنا عالم النفس البشرية ماشية إزاي. ربنا يزيدنا يا رب في طاعاته، واستنوني إن شاء الله في حلقة جديدة جاية من الكريزة. الكريزة.